السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم جيت وجبت لكم حلوة جديدة، عندي مناسبة وقلت علاش لا ما نصورش لكم هاد الحلوة. هادي راه كتجي زويونة. هنا كنحتاجو مارغرين، عندي 250 غرام ديال الزبدة، هنا عندي كاس ديال السكر كلاصي عامر، يعني كاس ديال العنبة ولا كاس ديال الشاي، هنا عندي نصف كاس ديال زيت المائدة، وهنا عندي كاس ديال المايزينا يعني النشا الذرة، هنا عندي كيس ديال الفانيلا وكيس ديال خميرة الحلوى، وهنا عندي معلقة كبلونة ديال العبارة ولا تستعملوا النوعية جيدة، وعندنا الطحين باش نجمعوا الخليط ديالنا. غادي نبداو هنايا نخلطوا الزبدة مزيان، هنا نزيد الكأس ديال السكر، نحاول نغربلو، باش نتحصلوا على يعني حلوة ناعمة ناعمة الملمس. هنا الحلوى راه كتجي زويونة، كتجي ساهلة اقتصادية، ما كتاخدش بزاف ديال الوقت ودغيا كتوجد. كنخلطو مزيان، كندخلو ديك الزبدة مع السكر، هنا كنضيفو نصف كأس ديال الزيت، هنا نبقاو نعجنو مزيان باش نتحصلو على واحد الطوماط، يعني ديك الزبدة وداك الزيت كينسجمو مزيان، نتحصل على واحد الخليط منسجم. كنحاول نخدمو بحال هكا بالكف ديال اليد، انا كندير واحد القبسه ديال الملح لتصحيح الذوق. نضيف هنا ساشي دفاني، انا ممكن تستعملوا ساشي دفاني ممكن تستغنوا عليه. نحاولو نخدمو مزيان ديك الزبدة بالكف ديال اليد باش تدوب. انا كيف كتشوفوا راه كتولي واحد العجينه يعني لينه، كتولي دايره بحال شكل بوماد. هنا كنضيفوا الكاس ديال النشا، هنا عندي الكاس ديال النشا راه مغربل من قبل، النشا هنا راه تيطير حتى هو اكثر من الطين. نحاول ندخلو مزيان في ديك الزبده باش نبدا نضيف الدقيق والخميرة. هنا كنبداو نضيفو الطحين والخميرة،
وبهذه المناسبه هذه انا بغيت نشكركم بزاف على المزيان اللي كتخليو ليا، يعني كلمات في حقي. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المسانده ديالكم، وشكرا لكم بزاف. كنتمنى يكون المحتوى ديال القناه ديالي كيعجبكم. اي حاجه بغيتوها، يعني شي استفسار او بغيتو شي وصفه نقدمها لكم، ان شاء الله مازال عندي جديد. ان شاء الله يعني كنتعطل عليكم شويه غير الظروف وصافي، غادي نعطيكم وصفات. يعني سيدنا رمضان يعني راه جاي في الطريق، وان شاء الله كاين وصفات. كنتمنى من الله يدخل علينا بالصحه والسلامه والرزق وطول الواحد كل ما تمنى يا ربي. وكنعتذر منكم على هذا الصداع هذا اللي دايرين لي بيروش هنايا، ما لقيتش بلاصه احسن من هذه فين غادي ندير المونتاج، يعني كاين شويه صداع، يعني كنعتذر. وهنا كيف كتشوفوا كنكملوا العجين ديالنا، كنحاول نجمعوه بالطحين حتى كيتجمع. هنا ما غاديش نجمعوه كامل، يعني ما غاديش نضيفوا الطحين حتى كتجمع، يعني ما كتبقاش تلصق. يعني كنخليوها شويه جاريه باش نقسموها، لان غنديروا النص فيه الكاكاو والنص غادي يبقى بيض. هنا يعني ضروري مره نقلب باليد الاخرى اللي ناشفه، يعني ديك اليد اللي تكون فيها العجينه ما يمكنش تعرف بها واش العجينه جاريه اولا قاصحه. هنا غادي نحاول نقسم العجينه كيف كتشوفوا الى قسمين، وغادي نضيف ديك المعلقه كبيره عامره ديال الكاكاو المر، وغادي نحاول ندخلو في هذيك العجين يعني باش تلون ليا العجين. انا كيف كتشوفها باقي خاصها شويه الطحين، غنكمل تنضيف داك الكاكاو ومن بعد غنضيف شويه ديال الطحين باش نجمع العجين ديالي. كنضيف نزيد عليها شويه ديال الطحين كيف كتشوفوا، كنجمعوا العجينه غير باطراف الاصابع. هنا هي ديال العجينه ديالي بعد ما كنلمها. هنا غادي نبدا حتى في هاد العجينه البيضاء كيف كتشوفوا هي راه باقيه جاريه، نضيف لها شويه ديال الطحين. بعد ما غسلت يدي من طبيعه الحال باش ما نلونش ديك العجينه البيضاء. كتشوفوا انا غير باطراف ديال الاصابع باش نجمعها. هنا صافي هي ديال العجينه ديالي تلمت، غتحصلوا على هذا الشكل هذا في العجين ديالنا. وهنا غادي نغسل يديا باش غادي نبدا نشكل العجين. نوريكم الشكل ديالها، انا تنجيب واحد الطاوله تندهنها بالزيت وغادي نبدا نشكل معاكم كويرات صغيره ولا متوسطه على حسب نتوما والحجم ديال الحلوه، نتوما كتحكموا في الحجم ديال الحبه اللي بغيتوا. كنديرو كويرات يعني يكون بنفس الحجم.
نديرو العجينه البيضاء وحتى العجينه كحله باش نبداو نشكلو الحلوه ديالنا. الا كنستمروا بنفس الطريقه هنا نبدا نشكل معاكم. هنا كنحطو حبه كحله حبه بيضاء حداها حبه كحله بحال كيف كتشوفوا. نحاولوا ناخذهم يكونوا من نفس الحجم، نحاول نسميهم وندورهم في يدينا بحال ما هكا باش يعطيونا الشكل موج. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. كنحطوهم في الطاوه نعود معكم واحد حبه كنحاولوا نقادو وكندورو كنحاولوا ندورو غير الوسط فين مجموعين دوك الحبات. هانتوما شوفوا كيفاش تعطينا الشكل، الشكل ديالها تيجي زويون يعني تتعجب الوليدات، كتعجب الصغار وحتى الكبار كتجي زوينه. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الحبات كاملين. انا هاد الحلوه راه كتخرج واحد الكميه لا باس بها. نخدم معكم طريقه واحده اخرى ممكن تخدموه بهذا الشكل هذا، ممكن ديروا طريقه اخرى بحال ما هكا تاخذوا العجينه تحبلوها وناخذ كذلك حربول من العجينة السوداء. يعني بنفس الطريقة الأولى غير هذه غادي تكون يعني سهلة. هانتوما شوفوا كيفاش كنحطو حربول الأبيض وحربول الكحل وعاود العكس الفوق وكندورو شوية هكا. هانتوما شوفوا كيفاش تجي. بعد انا كنقطع باش نبدا نموج فيها يعني نبدا نكورها. انا هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل كامل الكميه ديال العجين اللي عندي وغادي نرجع معكم. العجينه ديالنا هي دي، بعد ما كنكملها نعمرت الطاوه. هنا غادي نديرها في الفران. هنا كنديروها طيب على نار مهيله حتى كتحمر. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيف كتجي. راه كتجي زوينه، كتجي تقريبا بحال شكل الغريبه، راه كتجي غزاله المذاق ديالها زوين
وشكرا على التتبع ديالكم، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتخليو لي في التعاليق وعلاش لا حتى الانتقادات ديالكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف. وكنتمنى الحلوة ديال اليوم تعجبكم. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، راه كتجي محمرة وخاوية من الداخل، كتجي بنينة. وشكرا على التتبع ديالكم، خليت لكم الراحة.